اهلا وسهلا فيكم من جديد مشاهدينا. من ضمن محطاتنا الصباحيه المتنوعه اليوم رح نتحدث عن اعتماد بلديه رام الله لمخطط لحمايه البلده القديمه والابنيه التراثيه المنفرده، يعني تفاصيل اكثر حول طبيعه هذا القرار، ما هي طبيعه الابنيه اللي رح يعتمدها او اللي تقوم بلديه رام الله بحمايتها، وايضا المعايير اللي رح تتبعها بلديه رام الله، رح نتعرف فيها خلال محطتنا الصباحيه هذا مع ضيفنا رئيس بلديه رام الله المهندس موسى حديد. اهلا وسهلا فيك بصباحنا. يسعد صباحكم. صباح اهلا وسهلا فيك استاذ موسى. عندما تحدث عن هذا المخطط لحمايه البلده القديمه والابنيه التراثيه المنفرده، هي مبادره مهمه جدا ومطلب حقيقي يعني لسكان المدينه وكمان كل الناس اللي يعني مش من المدينه وساكنين فيها او بيحبوها، لانه هذا جزء من التراث وجزء من الحفاظ على شكل المدينه وتاريخها. حدثنا شو هي ابرز يعني خلينا نحكي النقاط المتعلقه بهذا المخطط. بداية كل عام وأنتم بخير بمناسبة الشهر الفضيل. بلدية رام الله على مدار سنوات طويلة اشتغلت على موضوع حماية الموروث التاريخي اللي في المدينة، وخاصة الأبنية التاريخية الموجودة. هذا اللي عملنا منشوفه اليوم هو حصيلة عمل استمر لعدة سنوات، وقبل ما نبدأ في المشروع اللي الآن شاف النور، كان أيضا هناك في دراسات في بلدية رام الله لحماية كل المباني التاريخية اللي موجودة فيها. يعني اكتشفنا أنه في بعض المحلات كان في بعض المباني اللي سقطت سهوا، وبالتالي في سنة 2016 ذهبنا إلى دراسة شاملة للمدينة بكل أحيائها بما فيها البلدة القديمة. قمنا برفع مساحي وتوثيق لكل هذه المباني، وتم دراسة كل مباني فيها، كل مبنى على حدة. استمرت الدراسة تقريبا 3 سنوات مع جمعية حفظ التراث من بيت لحم. هاي الدراسة اللي انقسمت لقسمين، قسم يتعلق في البلدة القديمة في المدينة اللي هو المنطقة التاريخية اللي بدأت أو كانت نواة هذه المدينة، والقسم الثاني تتعلق في المباني التاريخية المنفردة اللي عم تعطينا كمان دلالات كيف المدينة هاي تطورت خلال السنوات بعد ما طلعت من حيز البلدة القديمة. كانت الدراسة بتشمل حوالي 501 بيت ما بين بلدة قديمة وما بين مباني تاريخية. هذه المباني كل مبنى فيها درس. اللي طلعنا فيه وهذه لأول مرة أيضا هي سابقة على مستوى الوطن، أنه بتقدم مشروع حماية بعد ما صدر القانون من وزارة السياحة والأثار بالعام 2018 قدمت بلدية رام الله المشروع لحماية المباني التاريخية إن كانت داخل البلدة القديمة أو خارجها. طبعا هذه كلها إجراءات من أجل أنه يكون أو يصبح ما تقوم به البلدية من حماية لهذا الموروث الثقافي والتاريخي هو وفق الأنظمة والقوانين، وحتى ما نصبح في بعض الأحيان متعسفين في يعني في استخدام سلطتنا كمجلس بلدي في الحفاظ. معروف أنه مدينة رام الله مدينة جاذبة ومدينة الكل عم بسعى أنه يكون موجود فيها ويبني ويطور هذه المدينة، ولكن أيضا عندنا رؤية واضحة بأنه يجب أن نحافظ على شيء نتركه للأجيال القادمة. عم بحكي عن هاي المدينة كيف تطورت وكيف نمت. وبحكم هذا التطور البعض يعني يلجأ لتغيير هيكلية البيت، يعني ليس إعادة ترميم إنما نتحدث عن بناء جديد، وحتى تكون الصورة واضحة للمشاهدين، حماية الموروث الثقافي نقصد فيها هي كمان البيوت الثقافية، البيوت التراثية. والمباني التراثية. نعم. القديمة، بما معناه إنه هنا ممنوع إنه يكون في بناء جديد مكان هذا البناء التراثي، فهون بين الممنوع والمسبوح، يعني لحتى تتوضح الصورة للمشاهدين، أي ممنوع؟ هل هي شوارع محددة أم هل هي أبنية تعود مثلا لعائلات موجودة هنا منذ القدم، حتى تتوضح الصورة أكثر؟ نعم، يعني عشان نكون أكثر دقة، في البلدة القديمة في معايير وضعت لكيف بتم التعامل مع كل الأبنية الموجودة حاليا، وفي حال لأي سبب من الأسباب نتيجة ظروف خارجة عن إرادة الجميع كان في هدم لأي جزء أو
تداعى أي جزء من أي مبنى كيف بتم إعادة بنائه مستقبلا. الجزء الأهم لأنه البلدة القديمة هي حامي حالها بحالها، يعني الكل قلبه على هاي المنطقة اللي بقيت في البلد وبتحكي قصة المدينة، ولكن الخطر الموجود حقيقة هو في المباني التاريخية الموجودة في أحياء المدينة خارج حدود البلدة القديمة، لأنه معروف أنه هاي موجودة على قطع أراضي وهي بغالبها في مناطق حيوية جدا، وقطع الأراضي هاي أصبح سعرها يعني باهظ جدا. اللي الدراسة اللي سويناها قسمت المباني هاي لأكثر من تصنيف، أو تحديدا إلى ثلاث تصنيفات. التصنيف الأول بيقول أنه ممنوع المساس بتاتا في المبنى، لا بإضافة ولا بإزالة ولا بأي شكل من أشكال التغيير، وإنما قد يتطلب الأمر بعض الترميمات في أمكنة محددة من أجل أن يستمر البناء قائم وثابت. أعذرني على المقاطعة فقط للتوضيح، تقصد في المبنى بيت سكني أيضا أو هو مبنى بغض النظر ما طبيعة ما هو يعني ما يحمله؟ هو لا بغض النظر، إحنا بنحكي عن أبنية. أولا كيف تم اختيارها؟ تم اختيارها وفقا لتاريخ بنائها، تم اختيارها وفقا للمعايير الجمالية اللي موجودة فيها، كيف من خلال هذا المبنى يمكن أن نربط التاريخ المتسلسل في المدينة، بدءا من نمط البناء المعماري، من منطقة التواجد السكاني في مرحلة ما، وكيف تطورت هاي الحركة في المدينة، جمالية المبنى، أهميته التاريخية أو الدينية أو الروحانية، أو يعني في بعض المباني اللي تاريخيا بيقولوا انه هذا مثلا كان مقر لمؤسسة او مقر ل مثلا رئيس بلدية سابق، او كان جزء من نسيج المدينة الثقافي في مكان ما او في زمان ما. هذه كلها المعايير اخذت بعين الاعتبار، وبناء عليه تم تصنيف المباني. وصلنا في المباني لغاية 1953، علما بانه قانون السياحة والآثار حمل المباني قبل 1917، ولكن في مدينة رام الله تحديدا يعني من 500 مبنى اللي عندنا أقل من 30% اللي القانون حماها، وبالتالي بنحكي عن 70% هم بعد 1917 اللي كانوا بحاجة لتدخل من البلدية عشان نحميهم. طبعا بنرجع على التصنيفات، التصنيف الأول اللي هو المبنى لا يمس بالكامل، التصنيف الثاني واللي هذا كان يعني أعطى النسبة الأكبر من البيوت، إنه هذا بالإمكان إضافة طابق عليه، بالإمكان إضافة مبنى إذا كانت قطعة الأرض بتستوعب بجانبه، ولكن بشروط محددة، بحيث أولا يتم استغلال هذا البناء والمحافظة عليه وإبقاء واجهاته مرئية للمواطنين. الهدف من الموضوع مش نبني حوالين البيت ونطمره ويبطل مبين، لا، احنا ذهبنا لكل مبنى موجود في المدينة ورسمنا بالترسيم، رسمنا ماذا يمكن من بناء حوله أو فوقه، وهذا كان التصنيف الثاني. التصنيف الثالث اللي قلنا انه بالإمكان إضافة أكثر من طابق عليه، أو بالإمكان هدم هذا المبنى، وهذا بعد ما خلصنا الدراسة اتضح لنا أنه يعني لا يشكل حتى أقلية من بين الدراسة الموجودة، لم يتجاوزوا 2 أو 3 بيوت اللي ذهبنا فيها إلى هذا التصنيف، وبالتالي اللي هي يعني بتكون متهالكة، يعني هي غير إما متهالكة أو هي وقعت في هذا الوقت من المرحلة التاريخية، ولكن يعني لا تشكل أي إضافة. أو في بعض الأحيان قد يكون هذا المبنى أصبح في حدود الشوارع التنظيمية اللي موجودة في المدينة، وهذا سيعيق مستقبلا تطور شبكة الشوارع إذا كان الشارع موجود داخل حرم الشارع، لأنه معروف أنه شوارع المدينة تاريخيا كانت قليلة العرض،
تم توسعتها، وبالتالي في بعض المباني اللي أصبحت هي هلأ موجودة في الشارع، وإحنا مش قادرين إنه نوسع الشارع على العرض التنظيمي. نعم. أستاذ موسى، يعني لما نحكي عن القوانين نعرف إنه في القوانين قديمة، ويمكن ما كانت فكرة موضوع هدم المنازل أكيد موجودة في القانون. كيف ممكن إنه تسندوا هذا المخطط بدعم قانوني، بإسناد قانوني، بحيث إنه أي شخص ممكن يهدم هذه المباني من أجل إنشاء يعني عمارات تجارية ممكن يحاسب أو يدفع غرامات وغير ذلك؟ طبعاً إحنا رح نستند للقانون اللي صدر في شهر 4/2018، قرار بقانون وتم توقيعه من السيد الرئيس حول حماية المباني التاريخية، وهذا اللي إحنا عملناه. إحنا الآن رفعنا مخطط حماية، مخطط الحماية لوزارة السياحة والأثار لأجل اعتماده كمرحلة أولى، اللي هو بضم البلدة القديمة وبضم المباني التاريخية. المرحلة اللي بعدها رح يكون في مشروع تفصيلي لكل هذه المباني، بحيث يصبح ما نقوم به جزء من المخطط الهيكلي، وبالتالي لا يمكن فيما بعد العبث في هذا الموضوع. بس هذا طبعا أيضا بحاجة إلى وقت، بحاجة إلى إسناد كل الجهات اللي أيضا اشتغلت معنا خلال الفترات الماضية. مهم نقول أنه يعني مع الأسف خلال السنوات القليلة الماضية تم هدم صحيح عدد يعني عدد قليل من المباني، عشان كمان ما نبالغ وما نكبر الموضوع. عدد المباني اللي تم هدمها قليل، عدد المباني اللي تم حمايتها مقارنة باللي هدمت كثير أكثر من حيث النسبة. ولكن خلال الفترة الماضية كانت البلدية تعمل وتعمل بصمت على أن تخرج بهذا النظام اللي مستقبلا راح يريح الجميع. ما كنا ساكتين على الموضوع ولا لحظة، ولا مرة كان في عنا هدف إنه هاي المباني يعني تهدم. إحنا بنعرف قديش حجم الضغط اللي موجود على هاي المدينة، قديش حجم البناء اللي عماله بتم في هاي المدينة. ولكن أيضا معلومة يمكن تهم المواطن، إذا بنعرف إنه من سنة 2010 ولغاية نهاية 2018 عدد المباني اللي تم ترخيصها على أراضي فارغة، بعيدا عن قصة المباني التاريخية، الآن عدد المباني اللي تم ترخيصها بلغ 779 مبنى. إحنا بنحكي نورة عام عملت وكأنه الرقم شوي كبير، خلينا نطلع عليه. إحنا بنحكي عن تقريبا ما معدله 85-86 مبنى بالسنة في مدينة يبنى بشكل يعني بيطلع من الصفر. هذا إذا ما قيس بحجم الأعداد الوافدة اللي بتيجي على المدينة، بحجم تطور هاي المدينة، بيكون الرقم مش كتير كبير. لما بنحكي عن، وهذا يتراوح أيضا خلينا نكون واقعيين، ما بين مبنى سكني، ما بين مبنى تجاري، ما بين عمارة تجارية، يعني اللي بنى فيلا محسوب من هذا، اللي بنى بيت عائلي له محسوب من هذه الأرقام، حي الريحان بالكامل محسوب من ضمن هذه الأرقام، حي الدبلوماسي، حي إسكان الشرطة محسوب من ضمنهم. إحنا بنحكي عن أعداد يعني لا تتناسب حجم الهجوم على البناء اللي موجود في المدينة. ولكن هذا لا يعطينا ولا بأي شكل من الأشكال أي يعني تبرير بأنه إحنا أيضا ما نحافظ على نمط جمالي ونسق معماري. من هذه النقطة ومحافظة على مبنى المدينة، من يمتلك مبنى من ضمن المباني اللي قمتوا بإعداد الدراسة عنها، ما المطلوب منه؟ طبعا لغاية الآن نمط التفكير القائم والثقافة اللي موجودة عندنا مش بمستوى الاستفادة الحقيقية من هاي المباني اللي موجودة. هناك تجارب في العالم، إحنا مش عم نخترع العجلة، هناك تجارب في العالم في كيفية الاستفادة من هذه المباني، وقد تكون بعض التجارب موجودة أيضا في دول مجاورة لنا بدون ما أذكرها. ولكن كل المباني التاريخية في الدول هاي تم الاستفادة منها وأصبحت واحدة من أهم المعالم اللي موجودة في المدينة. يمكن الاستفادة منها بمشاريع مختلفة، ويمكن أن تكون
لها جدوى اقتصادية أكثر بكثير من هدمها وإقامة مبنى تجاري عليها. احنا هذا النمط اللي عملنا بنحاول شوي شوي نوصله للناس بطريقة محترمة، وعملنا بنقول لهم لأنه كمان في حقوق للناس، وإحنا بنعرف أنه أصحاب هاي الأراضي قد يكون هذا آخر ما يمتلكونه في هذه المدينة، وبالتالي أنه نحرمهم من استثمار ما تم ورثته من أجدادهم أيضا في ظلم وفي تعسف، ولكن هذه المدينة بدنا نحافظ عليها، عشان هيك عمالنا بنعطيهم بدائل، عم نعطيهم كيف ممكن يتم الاستفادة، كيف ممكن يتم التوسعة في بعض الأحيان، إيش المشاريع. وإحنا بالمناسبة على أي مبنى تاريخي موجود في المدينة هناك تسهيلات في الاستعمال اللي يشاء أي مواطن يشاء أنه يستخدمه، إحنا ما عندنا مشكلة فيه، لو كان في منطقة سكنية لو كان في منطقة تجارية. نحن بحاجة لأن تبقى هذه المباني قائمة وأن تصبح مصدر دخل لأصحابها. صحيح. وأن يتم ترميمها وتجميلها لتكون صحيح. وهي كذلك يعني أستاذ موسى في كثير من الأحيان بنشوف كثير من المباني اللي تم استثمارها بشكل جميل كمتحف كمركز ثقافي أو حتى يعني بعض المطاعم في رام الله الجميلة، وهذا كمان جزء من خلينا نقول الشكل الحضاري والتاريخي اللي بضل. والبلدية بادرت بالمناسبة في أكثر من مبنى في المدينة، يعني عندنا بيت فرح للضيافة، واحد من أهم المباني اللي موجودة تاريخيا في المدينة، الآن هو يعني في المرحلة النهائية من تأثيثه ك مش فندق، بديش اسميه فندق، ولكن يعني هو نعم هذا هو المبنى من بعد ما تم ترميمه، من بعد ما تم ترميمه هذا سيصبح يعني شبه نزل موجود في المدينة، رائع يعني جميل بشكل جدا. جميل جدا. هذا واحد من النماذج، يعني لما ذهبنا، هذا مش ملك للبلدية بالمناسبة، هذا تم الاتفاق مع أصحابه على أن يتم استغلاله من قبل البلدية أنها تقوم بترميمه وتستغله لمدة 17 عام، وبعد 17 عام يكون في اتفاقية يعني مجددة مع المالك من أجل أن يتم استثماره، ولكن هذا واحد من النماذج اللي كيف ممكن نتعامل مع الأبنية المنفردة. نعم، كل الشكر لوجودك معنا أستاذ موسى حديد رئيس بلدية رام الله، وأكيد الشكر موصول لكل القائمين على هذا المشروع وهذا الجهد. دائما نورتنا في هذا الصباح. يسعد صباحكم. أهلا وسهلا فيك. نعم مشاهدين، احنا نتواصل بصباحنا هذا وإلى محطة صباحية أخرى، ومن ضمن أجواء شهر رمضان المبارك من نابلس تحديدا ومن حارية القديون في البلدة القديمة، تنقل لنا الزميلة ريما العملي أجواء سوق نازل، وسوق نازل هو أحد العادات القديمة اللي كانت في نابلس تعودت عليها الأجيال هناك، عاشها الأباء والأجداد، ولكنها في السنوات الأخيرة اختفت هذه العادة المحببة للأطفال. صحيح، ومن أجل إعادة إحياء هذا الطقس القديم الجميل من طقوس رمضان قام عدد من أبناء هذه الحارة حارة القرين، ومنهم من كان قد رحل عنها منذ زمن، عادوا اليوم بالعديد من المبادرات والفعاليات التي تهدف إلى إحياء كل ما هو من تراث الأجداد وسط حضور وفرح كبير من أبناء نابلس كبارا وصغارا. هذا من ضل في أجواء التراث والحفاظ على تراثنا. صحيح. الثقافي والمنوع إلى أكيد هذا التقرير وزميلتنا ريما العملة. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتابعونا عبر برنامج فلسطين هذا الصباح. اليوم منطل عليكم من إحدى أجمل حارات البلد القديمة، هي حارة القريون. هذه الحارة العريقة اللي ارتقى أبنائها اللي خرجوا منها يمكن من سنوات انهم يرجعوا لهالحاره ويبداوا يعيدوا فيها احياء التراث القديم اللي عاشوه زمن ابائهم واجدادهم. اليوم بتحيي حاره القريون بابنائها وابناء نابلس القديمه وايضا ابناء كل محافظه نابلس فعاليات او عاده قديمه اسمها السوق نازل. خليكم معنا في هذه الفقره حتى نتعرف شو يعني السوق نازل او السوق نازل في نابلس، واكيد راح تنبسطوا معنا في هذه الفقره المليئه باجواء البهجه والفرح. رمضان جانا وفرحنا بعد. بدنا نبدا مع الاطفال
اللي سعد المسا، تعرفيني على حالك؟ مرحبا، انا اسمي جنى ابو صالحه من مدينه نابلس. اهلا وسهلا فيك. حضرت المهرجان من بدايته؟ نعم. شو اكثر شيء عجبك؟ صراحه عجبتني فقره المسرحيه اللي صارت، فقره توزيع الهدايا، كانت جدا جميله، وبتمنى انه هذا المهرجان يتطور لقدام بالايام القادمه. من احلى المهرجانات اللي صارت بالضفه الغربيه. هذا الحكي ما بيصير الا بنابلس، بجمع شمل العائله وبعيد الذكريات اللي عاشوها ابائنا واجدادنا. تشوفيها انها عادات حلوه لازم نعيدها؟ نعم، حتى الاطفال يستمتعوا فيها. من مثل هذه العادات لازم تضلها تقاليد لقدام، عشان نزرع بصمه لنابلس غير عن باقي المدن. وانت بتزرعي احد هذه البصمات حبيبتي. شكرا لك يا جنم. وانت مساء الخير. مساء النور. عرفنا حالك. محمد كيلاني. محمد، حضرت مسرح الدمى؟ شو عجبك فيه؟ عجبني فيه طبعا وهم قاعدين، الاولاد الصغار قاعدين بفرحوا والناس قاعده بتصيح عاد زي. احكي لي، كانوا يحكوا لك امك وابوك عن السوق نازل؟ نعم. كنت تحب يعني تيجي على السوق نازل وتعمل كيف ما كانوا يعملوا زمان ابائنا واجدادنا؟ وشو انت هلا بتحب انه السنه الجايه يكون في هاي الفعاليات مستمره؟ واكثر. وانت شو عجبك اكثر شيء؟ اكثر شيء ما وسعوا الهدايا. بتحبوا الهدايا؟ طب وبتحبوا الفعاليات؟ بتحبوا بعد الافطار تنزلوا على السوق وتشتروا الاشياء الزاكيه وتاكلوها؟ هيك بتعملوا؟ بحاولوا اهاليكم يعملوا معكم هيك؟ كل عام وانتم بالف خير. انتم بخير. اذا نستكمل وياكم مشاهدينا من حاره القريون، من قلب حاره القريون. احنا بنشوف قديش في اكتظاظ وقديش في ناس وعالم، وكل العائلات حقيقة لا تتسع لكل من يريد أن يحضر. الكثير منهم عاد أدراجه لأنه المكان مكتظ جدا بكل أهل نابلس اللي بيحبوا يورجوا أولادهم السوق نازل. أكيد يعني بدنا نروح نسمع رأي الناس اللي عاشت السوق نازل، نعرف منهم شو هو السوق نازل. تعرفينا حالك ويسعد مساكي. أنت يصير حنون، أهلا وسهلا فيك. مساكم. أنا بدي أعرف الناس اللي عم بيشاهدونا عم بتسألوا شو هي فعالية السوق نازل في نابلس. نابلس اللي هي نابلس جبل النار، نابلس أحلى بلد. نابلس عادة في نابلس يعني عادات. شو هي العادة؟ يعني إيش هي العادة؟ شو بصير فيها؟ شو كنتوا تعملوا في السوق نازل؟ ننزل على باب الساحة، نروح على يعملوا احتفالات. يعني كنتوا تنزلوا على السوق؟ كنا ننزل. شو كان لازم يكون معاكم؟ شو كان كان شنطة صغيرة بعرف كان لازم يكون معاكم عشان تشتروا أشياء؟ نشتري اشياء حسنات للاطفال، يحطوا الاطفال كيس نحوجهم. هذا الكيس اللي بدي احكي عنه. نحوجهم، نحملهم كيس، يروح عند خالته، عند عمته، عند جارته، يعطوهم حسنات، يعطوهم شيكل يشتروا. هذا كان في ايام معينه ولا خلال شهر رمضان كله؟ كانوا يعملوا يوم معين. يوم معين اسمه السوق نازل. مش خلال الشهر. شو يكون داخل البلد؟ باب الساحه هيك اجواء حلوه. مثل اللي بنعيشها اليوم؟ اليوم احلى انا لقيتها. طيب يعني بتبشر. بشكركم على هذا الاشي، يعني فرحوا الاطفال، انبسطوا. حبيبتي ان شاء الله دائما ايامكم فرح وسعاده. تعرفنا حالك؟ انا اسمي مؤمن البزره. يا مؤمن، شو عم بتسوي اليوم هون؟ جاي احتفال حاره القريون لاني بحب نابلس وبحب البلده القديمه كثير. عمرك سمعت عن السوق نازل من اهلك؟ بس وانا بحياتي رحت عليه. واليوم؟ طبعا رحت عليه. يعني هلا انت بتحب انه يكون كل سنه في عندك السوق نازل عشان تنزل على البلد القديمه وتعيش هاي الاجواء؟ حبيبي كل عام وانت بالف خير، وان شاء الله دائما ايامك في رمضان سوق نازل. وانت كمان. سعد هالمسا، خالتي احكي لي، عشتي ايام السوق نازل؟ سوق نازل ما احلاه. ثاني من زمان ينزلوا سروب سروب على السوق نازل وننبسط ويروحوا ويجوا ما احلاه. كيف هاي الايام؟ هاي بتعود شويه شويه. يعني انت مبسوطه اليوم بهالفعاليه وهالاجواء في حاره القريون؟ والله مبسوطه، والله مبسوطه كثير.
بتحسي انه لازم نرجع نعيد احياء تراثنا؟ لازم يرجع. هون الحاره بقت هذه كلها حاكوره هيك طويله، وفي عين بقى هناك. ما احسنها يبقوا. حبيبتي كل عام وانت بألف خير. ان شاء الله احنا بهمة الناس الحلوة واللي بتخاف على عاداتها وتقاليدها بنحييها. اهلا رمضان، رمضان كان اهلا رمضان. اقولوا معاه بهذا الاطار اكيد الجهة المنظمة وهم ابناء حارة القريون لهذه الفعالية، فعالية السوق نازل، إلهم كلمة اليوم. أولاً بنمسي عليك الحاج معين عيسى من أبناء حارة القريون، أهلاً وسهلاً فيك معنا في هذه الفقرة. يسعد مساكم جميعاً. يعني أنا بدي يعني أشكركم على هالفرح اللي أدخلتوه لكل الأطفال والعائلات النابلسية اللي متعطشة لهذه الفعالية وللعادات القديمة، احكي لي شو رسالتكم كانت من تنظيم هذا اليوم؟ إحنا والله شباب خارجين من الحارة من زمان، اللي خارج من 20 25 30 سنة، حبينا نجتمع مع بعض ونيجي على السكان اللي باقيين بالقريون ونعمل هذه الفعاليات ونرفع شأن الحارة ونجعلها أيام زمان كانت حلوة، كانت كلية عائلة واحدة زي ما انت شايفة. هذا عرس فلسطيني، يعني هو نابلسي اليوم، ونابلسي بامتياز، قريوني بامتياز. صحيح والله، قريوني بامتياز. هذا العرس يعني احنا هذه الايام السابقه كانت بايام رمضان، سوق نازل مش غريب على الوجوه هاي كليتها، بس احنا حبينا انه يكون بطابع نابلسي شيق. احنا راح يكون عندنا ثلاث فعاليات بشهر رمضان المبارك، كل يوم خميس ليلة الجمعة راح يكون عندنا فعاليات بهذا الكلام. كمان هذا الأمر إنه هو من شباب حارة القريون فقط لا غير. بتحنوا لتحيوا هاي العادات، بتحنوا إلها العادات هاي القديمة. إشي طبيعي إنه هذه اللي قائمين عليها لحقوا شغلات بسيطة من الأيام السابقة تبعت أباياتنا، فإحنا حبينا إنه نزرع هذا بالجيل الجديد، انه كيف كانت ايامنا السابقه، كان السوق نازل عندنا متكاتفين عيله واحده. فهذا العرس اللي احنا شايفينه كان ايام كل من اول كل الايام اعراس عندنا بفلسطين وتحديدا بنابلس، ونابلس لها نكهه خاصه برمضان. نعم اكيد. طب بدي اسالك شو يعني السوق نازل، فهمني. يعني السوق نازل هو كان عباره انه بشهر رمضان المبارك تحديدا بعد وجبة الإفطار ويصلوا الناس ينزلوا على منطقة نص البلد الرئيسي، ويكون من البائعين ينزلوا الأولاد، ننزل أولاد صغار إحنا أنا بتذكر، ويكون المصروف محوشينه من الصبح تبعنا منشان نشتري بالسوق نازل. فهذه اسمها انه السوق نازل، كان له نكهه حلوه. يحبوا يروحوا يشتروا. نعم نعم صحيح صحيح صحيح. بدي اشكرك جزيل الشكر، كل التحيه لهذه الجهود الجميله لاعياء لاحياء واعاده احياء تراثنا اللي احنا بنعتز فيه. الحمد لله. شكرا لك. هلا هلا. أنا اسمي حور. أهلين يا حور. حور شو جاي تعمل اليوم هون؟ أنا جاي أحضر في سوق نازل. وكيف شفت السوق نازل؟ كتير حلو، يا ريت دايما أجي على يعني في رمضان. كنت تسمع أهلك زمان يقولوا كنا نروح على سوق نازل ويودونا أهالينا على سوق نازل وإحنا حابين نعيد هذا الإشي؟ كتير كانوا يحكوا. حبيتيه؟ كتير. يعني هلا بتتمني انه كل سنه نرجع للعادات القديمه ويكون في يوم ينزلوا فيه الاطفال على السوق نازل؟ حبيبتي كل عام وانت بالف خير. وانت بالف خير. وان شاء الله يا ربي بتكون ايامنا الجايه كلها محافظه على كل تاريخنا وعاداتنا. يسعد قلبك يا حور. اذا مشاهدينا شفنا واياكم قديش الناس متمسكه بالعادات اللي راحت، قديش حابه ترجع، قديش حابه تعيشها من جديد، لانه كل شيء قديم
هو حلو وأصيل، وبهمة رجال الوطن اللي بغاروا على كل العادات القديمة، هون بهمة رجال القريون اللي حبوا يحيوا هذه العادات في البلد القديمة، أدخلوا كل هالفرحة على قلوب النساء والرجال والأطفال اللي عم بيعيشوا ذكريات أجدادهم، ومن جديد بتمنوا يعودوا إلها. لهون مشاهدينا بنيجي لختام هذه الفقرة من قلب حارة القريون، من قلب البلدة القديمة بنابلس وفعاليات السوق نازل، ونعود وإياكم مرة أخرى لاستديوهاتنا في رام الله. إليكم زملائي هناك. أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا، مستمرين برفقتكم بهذا المشوار الصباحي من فلسطين هذا الصباح، وأيضا رمضان. نعم، يعني بلا شك أول شيء نشكر زميلتنا ريما العاملة على هذا التقرير، ومثل ما حكينا هذا التراث وهذا الحفاظ على التاريخ اللي دائما بنحب نعيده بوجود كمان أجدادنا في مناطق مختلفة من فلسطين. مكملين معكم محطتنا مشاهدينا الحديث عن النظام الغذائي الصحي في شهر رمضان. دائما هذا السؤال المهم، كيف أنه ما نكسب وزن زيادة في شهر رمضان، كيف نحافظ على وزن مثالي، خلينا نحكي نحاول الإجابة على هذه التساؤلات مع ضيفتنا رشا شوار أخصائية التغذية. يسعد صباحك. يسعد صباحكم وكل عام وأنتم بخير. أهلا وسهلا فيك رشا. بداية، يعني دائما بنقول كل سنة في شهر رمضان بدنا نحافظ على نظام غذائي كويس، ما بنخبص في شهر رمضان، لكن بيصير في بعض المشاكل. كيف نحط أولويات، خلينا نقول، ونلتزم فيها، يكون عندنا إرادة حقيقية من أجل الالتزام بالنظام السليم الصحي في شهر رمضان؟ تمام، يعني فعليا احنا بصير في عنا انتقال كتير كبير بوقت الوجبات، بنوعية الوجبات خلال شهر رمضان المبارك، فبصفي انه في تحديات كتير موجودة قدام الشخص يعني بشهر رمضان. هلأ اجمالا احنا محددين بوجبتين لثلاث وجبات خلال رمضان لازم ناخدهم صراحة. وجبة الافطار يعني الكل عم بياخدها، بس الاشكالية بتصير معنا بوجبة السحور. هلأ ضروري جدا انه احنا نحاول ندخل وجبة السحور خصوصا لبعض الفئات، زي فئة مثلا الأطفال، فئة الأشخاص أو الستات الحوامل أو المرضعات، الكبار بالعمر، الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة زي مرضى السكري أو الضغط. فهون بده يكون في عنا انتباه لتناول وجبة السحور. وفي وجبة إضافية احنا بنعتبرها من الوجبات الخفيفة اللي بنفضل انه كأخصائيين تغذية الأشخاص ينتبهوا لإلها، اللي هي بدها تيجي زي سناك على وقت صلاة التراويح فرضا، اللي هي بدها تكون بعد ساعة ونص لساعتين من وجبة الإفطار صراحة. هلا كيف بدنا نختار الوجبة أو شو تقسيمة هدول الوجبات صراحة؟ أنا جايبة معي هون تقسيمة الماي بليت. هلا زمان وإحنا صغار بالمدارس كانوا يعلمونا الهرم الغذائي. تمام، هلا بالوقت الحالي صفى عنا اختصار للهرم الغذائي بشكل اللي هو الماي بليت او الطبق الصحي. كيف نقسم المجموعات الغذائيه على الوجبه اللي احنا بدنا نتناولها حتى نضمن انه هاي الوجبه متوازنه ومش عم ناخذ كميه كبيره من السعرات الحراريه لنقدر انه نحافظ على اسس التغذيه السليمه برمضان. هلا الماي بليت اذا ملاحظين هو مقسم لعده اجزاء، الجزء الأكبر من الطبق بده يكون بالضبط الخضرة والفواكه. هلأ الفواكه ممكن تكون على شكل التمرة اللي بنبلش فيها وجبة الإفطار، أو السناك اللي حكينا عنها قبل شوي اللي هي بعد الإفطار بساعة ونص لساعتين. وفعليا الفواكه هي يمكن من المجموعات اللي بتنظلم برمضان، الناس بتركز على الحلويات أكتر، فإحنا بدنا ننتبه إنه ناخد الفواكه. الخضرة ممكن تكون على شكل الشوربة أو السلطة أو الفتوش أو الطبيخ نفسه، يعني إذا عاملين فاصوليا أو غيرته.
هلا الجزء الثاني بده يكون عندنا النشويات اللي هي بدها تعتبر مصدر الطاقه خلال وجبه الافطار او حتى وجبه السحور. هلا بس احنا بنفضل انه تكون عندنا النشويات المعقده زي مثلا البرغل او الفريكه او الخبز الكامل. اذا بنحكي عن وجبه السحور ممكن نحكي عن الشوفان برضه. هي احنا اذا اكلنا هذا الجزء فعليا تقريبا غطينا برضه جزء من المجموعات اللي بيحتاجها. وبعد كمان فتره الجزء طويله للشبع ايضا. بالضبط بالضبط، خصوصا المعقده او النشويات معقدة فيها الياف اكثر، فزي ما قلت نوره انه بتتم بالمعده مده اطول فبنضل شبعانين مده اطول، يعني ما بنجوع من اول ساعه من ساعات الصيام. واخر جزء اللي هو البروتين، البروتين اللي هو قطعه الدجاج او اللحمه او السمك على الافطار، او ممكن يكون الجبنه او البيض او الفول او مثلا كاسه اللبن عنا على وجبات السحور. احنا اذا تناولنا كل هاي المجموعات صراحه بنكون اخذنا تقريبا 90% من الاحتياجات اللي بده إياها الجسم، ونطلع برمضان بأقل الخسائر الممكنة من سوء التغذية. إحنا إذا أخذناها كلها وضفنا عليها يمكن كمان صحنين قدها هيك بصير يعني تعادل، خلينا نقول للمشاكل أو تعويض للوجبات الفائتة. هلا صحيح الصحن جميل تقسيمته حلوة، وبتمنى البعض لو انه يكبروا كمان اكثر ليقدر يعبي كمان كل الاصناف اللي بتكون موجوده على الطاوله، ولكن حتى مع الانتباه للفواكه الخضار او حتى طريقه تحضيرها سواء المشوي او المقلي، لانه بتضل في عادات غير صحيه يعني موجوده في الشهر رمضان، لانه بعد الافطار قد يكون تناول الوجبات كلها ورا بعض بشكل ممكن هو يضايق المعده، البعض بيواصل الاكل، البعض كمان ما بتسحر، فيعني هاي السلوكيات اللي بتأثر على حتى على نشاط الجسم، بتأثر كمان صحيا على طبيعة السعرات الحرارية داخل الجسم. مزبوط، يعني كثير عنا عادات خطأ بيعملوها الناس، فبالتالي احنا فعليا نصدم معدتنا. بنحكي برمضان مش عم ناخد الفايدة الأساسية تاعت رمضان انه احنا نريح الجسم ونريح الجهاز الهضمي. لهيك الطريقة الصح انه احنا نفطر اللي هي تهيئة المعدة بالمرحلة الأولى. يعني دائما برمضان عنا وجبة الفطور بالعادة بنقسمها لمرحلتين، بعرف بنكون كثير جوعانين وتعبانين ومش مصدقيني قدا، بس بدنا نحاول انه شوي شوي لنقدر انه نتجنب انه مشكله التخمه اللي بتصير بعد الافطار. فبس يقدن دائما انا بحكي كاسه المي، تمره وصحن الشوربه او السلطه او الفتوش، هي كماده مقبله او كمواد مقبله لتهيئه الجهاز الهضمي لاستقبال الاكل. نستنى بس دقيقتين، يعني ممكن نروح نصلي المغرب نرجع يعني بالكثير خمس دقائق، الطبخه اللي احنا محضرينها على وجبه الفطور والتقسيمه هاي اجمالا احنا اكلاتنا التقليديه كثير صحيه، يعني لما بنعمل مثلا الفاصوليا الملوخيه اللبن اجمالا هي عم بتغطي الجزء الاكبر وبنتجنب مشكله التخمة. هلا بعدين مش مباشرة ندخل الفواكه والحلو، هون راح تصفي مشكلة والواحد مش راح يقدر اصلا يقوم يعني بعد الفطور صراحة. فالافضل انه بعد مثلا ساعة ونص ناخذ الحلويات وكمان عندنا الفواكه. هلا من الاخطاء اللي عم نحكيها اللي ممكن يوقعوا فيها الناس غير انه ما يقسموا بهاي الطريقة، طريقة تحضير الاكل زي ما انت ذكرتي بسؤالك، تحضير الاكل احنا دائما بننصح انه يكون في عندنا انتباه لتقليل كميات الدهون والدسم المستخدم خصوصا بالقطايف. يعني القطايف اوكي طقس من طقوس رمضان ولازم يكون موجود يعني، ومش رح نحكي ممنوع تاكلوه، بس مثلا كثير بنفرق بالسعرات الحراريه ما بين القطايف المشويه والقطايف المقليه مثلا، فالافضل انه نشوي القطايف. الشغله الثانيه هلا صار في شيء كثير حلو، حجم القطايف صار اصغر، يعني انه في الكبير كثير الوسط اصغر يعني بناكل قطايف بنضحك على شوي على دماغنا، يعني انه الحبه صغيره بنقدر ناكل تنتين وثلاث، هي شغله مهمه. مشوي غير عن مقلي بتفرق. كمان في ترك ممكن انه احنا نعملها، القطر بلاش نجيب حبه القطايف ونغرقها كثير، لا ممكن يعني بالمعلقه نحط على حبه القطايف، هي فكره. في كمان ملاحظه على تحضير الاكل، مرات بحس انه الناس بتحضر لرمضان زي كانه في مجاعه صراحه، وهي هي غلط للاسف صراحه. يعني انه احنا بدنا نحضر صنف صنفين، حتى لو كان في عنا عزومه يعني بالكثير ثلاث اصناف، ما في داعي لتحضير كثير اصناف من الاكل، احنا هون رح ناذي حالنا ورح ناذي يعني كمان الاشخاص اللي احنا عازمينهم، فبدنا ننتبه لهي النقطه. في كمان ملاحظه في المقبلات، سمبوسك وفتوش وشوربات وسلطات وكبة مزبوط. هلأ إذا كانت الطبخة ثقيلة
نصيحة، بلاش نعمل كتير مقبلات مقلية، يعني مثلا صحيح. ما بينفع نعمل كبة مقلية ومثلا سمبوسك مقلي، لأنه الطبخة أصلا دسمة وتقيلة. ممكن حتى أنه نختصر أو نقتصر الوضع على نوع واحد، عاملين فتوش بلاش مثلا نعمل سمبوسك، لأنه هون خبز وهون خبز والطبخة رح يكون فيها رز، فبصفي كتير عندنا نشا. يعني إحنا شفنا بتقسيمة الصحن يدوب يعني الربع أو أكتر شوي ممكن أنه نسحبها على الصحن، فإنه مثلا نعمل السلطة كمان نستبدل أنه هي يعني أيام رمضان مش بس يوم، يعني ممكن نختار هذا النوعية ليوم اليوم بالضبط، يوم ثاني نوع فيه بالضبط يعني التنويع. رجا بدي احكي كمان، في ناس كثير بعد الفطور يعني تنشغل بشرب القهوه والشاي والعصائر الرمضانيه وكمان تهمل المي، وهذا شيء خطر جدا لانه كمان ساعات الصيام طويله وبينسوا كمان انهم يشربوا المي. كيف ممكن نخفف اول شيء من المشروبات المحلاه هاي الرمضانيه ونركز اكثر على المي؟ تمام. هلا بدي ارجع للي حكيتيه في بدايه الفقره، انه الناس اللي بدهم يخففوا وزن اكثر شيء بخوفنا برمضان العصائر صراحه والمشروبات الغازيه، لانه كثير فيها سعرات حراريه واحنا بنسميها يعني امتي كالوريز، يعني بس عم ناخذ سعرات بدون فايده الا اذا كانت طبيعيه طبعا. هلا في خصوصيه العصائر رمضان فيها شوي قيمه غذائيه، زي مثلا العرق سوس، الكركديه مثلا، التمر هندي، قمر الدين، فيهم شويه فوائد بس برضه فيهم سعرات حراريه. هلا كيف بدنا ناخذهم بطريقه ما تاذينا وبرضه نخفف وزن؟ بلاش نشرب كاستين مثلا، نشرب كاسه، وحتى الكاسه انا بفضل انه تكون الكاسه الصغيره يعني نص كوب مثلا 150 مل، نخففها بمي مثلا. هاي فكره اولى. الفكره الثانيه، المي لازم تكون هي الرقم واحد اللي نفكر فيه، هي المي، بعدين نفكر في العصائر والمشروبات الثانيه، على اساس انه نتجنب مشكله الجفاف اللي كثير ناس بيعانوا منها برمضان، مرتبطه بوجع الراس كثير برضو عم بيعانوا منه خصوصا هاي الفتره لسه اول رمضان. كمان انه كثير اشخاص كمان نتيجه نقص المي والسوائل ما بيطلعوا من رمضان الا صار في عندهم حصوات صراحه، فاحنا بدنا نحاول نقي حالنا من هاي المشاكل كلها عن طريق انه المي رقم واحد وصفر سعر حراري للناس اللي بدهم يخففوا وزن. الشغلة الثانية، كميات قليلة من العصائر وبفضلش كل يوم. الشغلة الثالثة، بدي أعلق على المشروبات اللي فيها كافيين، القهوة، النسكافيه، ما عندناش مشكلة انه ناخدها مثلا بعد الإفطار، بس دايما ننتبه للكمية، التخفيف من الكمية هو الأساس صراحة. والنصيحة الأهم إنه ما ناخدها وجبة السحور، لأنه الكافيين هو مادة مدرة للبول، فبالتالي ممكن إنه نفقد سوائل أكتر خصوصا إذا مش عم نشرب مي بكميات كفاية، فبصفي العطش وارد أكتر ومشاكل الجفاف أكتر. صحيح. البعض كمان بيشرب كميات من الماء كثير يعني في وجبة السحور. صحيح. بين المساوئ والمضار هالخطوة؟ هلا هم بياخذوا كمية كثير كبيرة على أساس إنه ما بدهم يعطشوا. هلا الصح إنه إحنا إذا أخذنا كثير كمية كبيرة ما عندنا خاصية التخزين صراحة للمي، بالعكس تماما يعني إنه رح بتخلص أسرع الجسم منها، رح نفقدها وبالعكس رح نرهق الكلى يعني أكثر. فالطريقة الصح إنه إحنا مش رح يقل احتياجنا للجسم حتى لو صايمين، الاثنين لثلاثة لتر هو الافرج تقريبا، كثير 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 يعني احنا ماشيين على مبدا لتر لتر ونص يعني. بس في الفكره الثانيه انه مش كله مي يعني. احنا اذا بناخذ مثلا، اذا قسمناها كيف انا حكيت مثلا المرحله الاولى المرحله الثانيه بالفطور، وناخذ كاسه مثلا على السناك وكاسه لكاستين على السحور، هي احنا خلصنا لتر وشوي تمام. الشوربه الشوربه محسوبه بالضبط، هي من السوائل. أوكي. الفواكه، الخضره، السلطه بتعطي سوائل، فبنوصل لاثنين اثنين ونص باريحيه تامه. طيب هيك منيح. بس المشروبات اللي هي شاي هذا بتحسب ولا لا؟ فيها سوائل بس كافيينها اكثر، فبنفقد سوائل. رح نفقد منهم سوائل اكثر، فيكون عندنا الاعتماد من 4 لـ5 كاسات مي موزعين، ممكن اكثر يعني ممكن نوصل 6 لـ7 كاسات بالكثير مش اكثر من هيك، وموزعين على اساس كل نص ساعه تقريبا يعني. تقريبا كل نص ساعه، اذا مثلا بسهر ممكن تصير كل ساعة كاسة مي كاسة مي، والشوربة والشغلات الثانية سوائل. بدي أرجع لنقطة أنت ذكرتيها اللي هي الشاي والقهوة كونه فيها نسبة كافيين. وكنت مرة عم بقرأ أنه إذا إحنا تناولنا الشاي أو قهوة أو أي إشي بيحتوي على الكافيين لازم نتناول مقابله كاسة لكاستين مي نعوض. صحيح. أثر الكافيين. صحيح مزبوط. قديش القيمة كمان بالضبط يعني على أساس أنه ما يصير عندنا مشكلة الجفاف ومشكلة أنه فقدان المي او السوائل. هذا مش بس فقط في رمضان، ايضا على طول العام. وحتى ممكن انه احنا كيف مش دائما بنقدم مع القهوه الكاست المي هاي في المسلسلات
لا في بعض البيوت مثلا احنا بيتنا من سبيل النقي بس هذا بيقلل من فعالية الكافيين لانه انت بالكافيين رح تفقد فاحنا بنعوض يعني لما بنشرب قبل ولا بعد طيب هي مش مشكله المهم نعوض مش مشكله احنا بناخذ المي بس المهم فعاليه الكافيين شغاله لا مش رح تاثر على الكافيين لا عموما كل الشكر لك على كل هالمعلومات يلي ذكرتيها ولسه ما زالت مائدة رمضان يعني فيها العديد من المواضيع الصحية كمان اللي لازم احنا نتناولها طيلة هذا الشهر كل عام وانت بألف خير وانت بخير وسعد صباحك مرة ثانية صباح شكرا لك أهلاً العفو مشاهدينا مكملين معاكم في آخر محطاتنا مباشر من الخليل ومراسلنا هناك عزمي بنات والحديث عن التكية الإبراهيمية وهي ملاذ الفقراء في هذا الشهر الفضيل من ضمننا عزمي مباشرة من الخليل يسعد صباحك كل عام وأنت بألف خير صباح الخير عزمي صباح الخير نورة صباح الخير لا وصباح الخير لجميع السادة المشاهدين وكل عام وأنتم بألف ألف خير في هذه اللحظات نحن متواجدون في تكية سيدنا إبراهيم القريبة جدا للمسجد الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل في هذه اللحظات هذه التكية التي تعد إفطارها إلى المحتاجين وإلى الفقراء وإلى سكان مدينة الخليل وكل من يلجأ إلى هذا المكان كما تشاهدون الآن عبر هذه الشاشة الطعام جاهز والآن يقومون بتوزيعه على الفقراء والمحتاجين وكذلك على من يلجأ إلى هذه التكية التي تعتبر أقدم تكية موجودة في فلسطين نستضيف معنا صباح الخير يا عم يعطيك ألف عافية حياك الله وسهلا فيكم أول شيء يعطيكم العافية جهودكم جبارة تحكي لنا اليوم شو عاملين في هذه التكية وعدد المقبلين اليوم إلى هذا المكان ل توزيع الطعام على المحتاجين والفقراء. احنا اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم مسويين اليوم فاصوليا خضراء مع لحمه عجل طازه. عدد الوافدين اليوم كم يعني على اساس اليوم انه عطله مدارس عطله الموظفين اعداد يعني مكثفه وكثيره يعني لا يعني بتقدر بال فوق 1000 شخص تقريبا في خارج هذا بينتظروا لاخذ الوجبات هذه الساخنه الافطار هذا اليوم. شكرا جزيلا لك ويعطيك ألف عافية إذا مشاهدينا الكرام كما تشاهدون في هذه اللحظات تكية سيدنا إبراهيم يعني ما يميزها ليس فقط عملية طهي الطعام ولكن بتوزيع الدجاج الطازج اللحوم الطازجة إلى المواطنين ليقوموا بتوزيعها أو طبخها كما يروها مناسبة أيضا ينضم إلينا على الهواء مباشرة أيضا السيد لؤي الخطيب مدير تكية سيدنا إبراهيم في الخليل اهلا بك وصباح الخير ويعطيك الف عافيه يسعد صباحك صباح المستمعين جميعا ما يميز تكية سيدنا ابراهيم عن باقي التكيات من جهه وايضا اليوم السادس من شهر رمضان المبارك حدثنا عن الايام المضت عن هذه التكية ماذا قدمتم كيفيه او مدى الاقبال المواطنين على هذه التكية التي تعود الى مئات السنين اولا يسعد صباحك صباح كل المستمعين طبعا احنا الحمد لله رب العالمين استقبلنا منذ أيام شهر رمضان المبارك وتم استوزيع الوجبات الساخنة كما تعلمون أن التكية الإبراهيمية هي المجوجة في البلدة القديمة الملاصقة للحرم الإبراهيمي الشريف التي تقدم الوجبات الساخنة على مدار العام هذا ما يميز التكية الإبراهيمية أنها تعمل على مدار العام دون أي انقطاع إلا في عيد الفطر السعيد أو عيد أضحى المبارك هذا هو ما يميزنا الحمد لله رب العالمين التكية التي تقدم الوجبات الساخنة بدون أي مقابل المدينة التي لا ينام بها جائع هي مدينة ولا يجوع فيها أحد أي أحد لوجود التكية الإبراهيمية وسر نجاح التكية الإبراهيمية هي لوجود رجال أهل مدينة الخليل ووجود متبرعينها ومحسنينها الذين يتسابقون على عمل الإفطارات وعمل الوجبات الساخنة لمدينة الخليل طبعا احنا يوميا نوزع حوالي من 5000 وجبة ل 6000 وجبة والحمد لله السنة هاي تم استيعاب كميات أكبر طبعا ولوجود الأمن وجود عطوفة محافظ الخليل الذي شرفنا من أول يوم بلقاء وكان الجندي المتطوع يومي من طيلة شهر رمضان وموجود الآن ووحدة الأمن المسؤولة والأمن الموجود الذي هيأ لنا الجو
سلاسة التوزيع وسلاسة الأمان والأمن للوافدين وللموظفين حتى يتم تسليم الوجبات الساخنة. يعني سيد لؤي، هناك عدة تكيات في محافظة الخليل، تعتبر هذه التكية تكية الأم التي تقوم بتوزيع وجباتها أيضا على المناطق خارج محافظة الخليل، وهذا ما يضيف نوع من التميز لهذه التكية القديمة جدا والتي يعني تعودنا عليها، وكذلك تزيد من أكلاتها الشعبية خاصة في شهر رمضان المبارك. حدثنا عن هذا الموضوع. طبعا التكية الخليل سيدنا إبراهيم هي أم التكايا، أنا في نظري أنا هي الأساس، هي أساس، لأنه كل التكايا التي تمت وجودها هي أخذت فكرة لها من الخليل. طبعا ما يميز التكية الخليل هي تقدم الوجبات للعائلات، تقدم لنا برنامج يومي، لنا برنامج أسبوعي. برضو أيضا التكية تقدم شربة القمح، هي شربة سيدنا إبراهيم للغني والفقير في عين واحد. القمح المجروش طبعا، القمح المجروش الجريشة هي تقدم للغني والفقير مع بعض. هذا ما يميز التكية الإبراهيمية. طبعا ما يميز أنه الأعداد الكثيرة هي أعداد كبيرة جدا المستفيدين من التكية الإبراهيمية، يعني بقول لك أنا يفوق 5,000 وجبة، 6,000 وجبة يوميا. يعني العام تم توزيع 180,000 وجبة، الآن السنة هاي راح نوزع أكثر. طبعا برنامج التكية تم توسع لأنه اعتبار التكية بقرار من عطوفة المحافظ أنه التكية الخليلة يجب أن تكون هي التكية المسؤولة عن كل التكايا وعن كل العمل الخيري موجود في محافظة الخليل ومدينة الخليل. مدينة الخليل سوف تكون التكية الإبراهيمية هي عنوان البلد القديم وعنوان الخليل وعنوان محافظة الخليل. شكرا جزيلا لك سيد لؤي الخطيب مدير التكية الإبراهيمية. أيضا انضم إلينا على الهواء مباشرة أحد المتطوعين في هذه التكية الإبراهيمية. صباح الخير، عرفنا عن حالك. صباح الورد، معتز أبو زلطة، مضى بنك إسلامي فرع إدنا. يعني حدثنا عن مجيئكم اليوم إلى هذه التكية ولماذا تقصدون هذا المكان؟ هو بشكل عام إحنا جايين لأن شهر رمضان بيكون فيه ضغط كثير، بيكون فيه ضغط على الوجبات على التكية، فإحنا جينا نساعدهم خاص نص في شهر رمضان. يعني يعني فريق كامل أتى إلى هذا، لاحظنا صباح هذا اليوم 20 موظف من بنك الإسلامي جينا عشان نساعد في التكية إن شاء الله. شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. إذن كما تشاهدون مشاهدينا الكرام، يعني كما تشاهدون الآن هي وجبات شعبية بامتياز تقدمها تكية سيدنا إبراهيم إلى الفقراء والمحتاجين في شهر رمضان المبارك. وكذلك نتحدث عن الأكلات التي تقدم طيلة أيام شهر رمضان المبارك من يعني طهي هذه المأكولات الشعبية أو توزيع اللحوم والأسماك وكذلك الدجاج وكذلك الخبز في يعني للمحتاجين. وأيضا ينضم إلينا على الهواء مباشرة الآن السيد من محافظة محمد الجعبري من محافظة الخليل. صباح الخير، يعطيك العافية. صباح الخير، صباح الخير ويعطيكم العافية، وكل عام وأنتم بألف خير وشعبنا الفلسطيني بألف خير. وأنت بألف خير. يعني نتحدث عن دور المحافظة، نتحدث عن دور العديد من المؤسسات في هذه التكية التي تسعى محافظة الخليل إلى إبرازها بشكل أكبر وتجعلها مميزة تناسب اسمها وكذلك المدة الزمنية القديمة لهذه التكية. نعم، يعني إحنا من بداية شهر رمضان الفضيل بدأنا بوضع خطة أمنية لترتيب عمل التكية الإبراهيمية، لأنه بشهر رمضان المبارك زي ما أنت بتعرف بيزيد عدد المواطنين اللي بيأتوا للمنطقة، فكان هذا الأمر بحاجة لعمل ترتيب من أجل أنه يكون عملية دخول وخروج الناس بسلاسة وسهولة حتى أنه يأخذوا وجباتهم اللي بتقدمها تكية سيدنا إبراهيم منذ سنوات سابقة بحرية وبسلاسة وبكرامة. وأيضا تم عمل خطة لتأمين أيضا وصول المصلين إلى الحرم الإبراهيمي الشريف، وأنتم كما تعلمون يعني الحرم الإبراهيمي يقع في منطقة يعني منطقة H2 حسب تقسيمات اللي موجودة. التكية بشكل عام محمد لا تبعد إلى أمتار قليلة أيضا عن المسجد. نعم، عن الحرم الإبراهيمي الشريف، فتم تأمين أيضا وصول المصلين والزائرين إلى الحرم الإبراهيمي ضمن خطة بناء على تعليمات سيادة اللواء جبرين البكري محافظ الخليل. والحمد لله الأمور حتى اللحظة أنا بقدر أحكي لك إنها تسير بشكل سلس وشكل
محترم والجميع يأتي إلى البلدة القديمة بكل سهولة وبكل أريحية. يعني كنت قد سألت هذا السؤال قبل قليل للؤية الخطيب مديرة التكية، وأيضا كدوركم في محافظة الخليل، ماذا في هذا الشهر، ما هي مميزات هذا التكية، خصوصا أن هناك اهتمام واضح وكبير في هذه التكية؟ نعم، يعني هو بشهر رمضان المبارك كما تعرف وتعلم أن يعني المواطنين يأتون إلى هذه التكية بكميات كبيرة جدا تختلف عن الأيام العادية، وهذا كان بحاجة لترتيب لبعض الأمور اللي بحاجة لأن يكون دخولهم وخروجهم بكل حرية وسهولة. وأنه أنت تعلم الوضع العام للمواطن الفلسطيني في خصوصا في الظروف الاقتصادية الحالية، وأن التكية تقوم بعمل اجتماعي مهم في يعني مساعدة الناس وتلمس احتياجاتهم. ومن هذا المنطلق احنا بدأنا انه احنا يعني نعمل على زيادة كمية الوجبات التي تقدم للمواطنين. أيضا هناك عدة تكايا تم فتحها في مدينة يطا أيضا وفي مدينة دورة وفي مخيم العروب، نعمل على أيضا زيارتها باستمرار وتقديم ما يلزم لها من خلال الرجال الخير والناس التي تقدم المساعدات للمواطنين. فتم ذلك والحمد لله، والأمور تسير بشكل محترم في جميع التكايا التي نقوم بزيارتها بشكل يومي برفقة عطوفة المحافظ من أجل تلمس احتياجات الناس في جميع أرجاء المحافظة. أخيرا هنا سيد محمد، الجهات الداعمة إن كان هنالك جهات داعمة باختصار لو سمحت. نعم، يعني في تكية سيدنا إبراهيم بالخليل، رجال الخير في مدينة الخليل جزء منهم هم يقومون بمساعدة وتقديم الوجبات بشكل يومي، وأيضا هناك وزارة الأوقاف أيضا تقوم بتقديم معونات. سيد محمد الجعبري في محافظة الخليل، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. إذا مشاهدينا الكرام، كما شاهدتم هذه الأجواء اللطيفة وروح من التعاون وكذلك تعزيز التعاون بين هؤلاء المواطنين لإنشاء هذه الأكلات الشعبية بامتياز، تقديمها إلى المحتاجين والفقراء وكل من يقصد هذه التكية. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا لنهاية فقرة الصباحية، وعودة لكم زميلاتي آلاء ونورة، ويسعد صباحكم. شكرا لك عزمي، وشكر موصول لكل القائمين على هذه التكية. فعلا الأيادي البيضاء يعني هي جزء من تفاصيل هذا الشهر الفضيل، وأكيد من طباع شعبنا الفلسطيني. نعم أكيد، وهيك نكون مشاهدين وصلنا إلى ختام مشوارنا الصباحي من فلسطين هذا الصباح. موعد برفقتكم يتجدد في صباح يوم غد في تمام 9:00، وإلى ذلك الحين سعد صباحكم، إلى اللقاء.